يا أهلنا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، يا عز هذه الأمة وشرفها، المسجد في الأقصى في هذا الوقت يناديكم يا أحبابي يا أبنائي، يا عنوان عزي وإبائي، لا تضعوا أسلحتكم، وإن سلاحكم هو الاعتكاف وهو الرباط وهو البقاء في المسجد الأقصى المبارك حتى يتراجع هذا العدو، فلم تنتهي المعركة، لا تنزلوا عن الجبل، فرباطكم في المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام المفضلة، لا أقول الليل منه بل الساعة منه، أفضل عند الله من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. هيا إلى المسجد الأقصى المبارك، استمروا في الرباط حتى يدفع الله بكم كيد الكائدين، وحتى يتم الله على أيديكم نصره.